يسود هدوء حذر منطقة جبل محسن وباب التبانة في طرابلس شمالي لبنان، وذلك غدا اشتباكات أسفرت عن مقتل 13 شخصا وإصابة نحو 50 آخرين. وأفاد مراسل الجزيرة بأن الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي بدأت تطبيق خطة أمنية لوقف الاشتباكات. وقال وزير الداخلية اللبناني إن جميع الأطراف موافقة على دخول الجيش، وأن القوى الأمنية سترد على من لا يلتزم بوقف إطلاق النار. ومعنا من طرابلس شمال لبنان عزام الأيوبي، رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية في لبنان. سيد الأيوبي، بداية نتأكد منك إن دخل فعلا الجيش إلى المنطقة. بدون شك، نعم، دخل الجيش مجددا إلى المنطقة، والآن تشهد كما ذكرتم هدوءا حذرا، ولا ندري إن كان هذا الأمر بانتظار مرحلة جديدة من مراحل الاشتباكات أم لا. يعني لا توجد ضمانات حقيقية لتوقف الاشتباكات هذه المرة؟ من خلال متابعتنا عبر سنوات كثيرة في مشكلة باب التبانة وجبل محسن، نعم، القضية لم تحل، لأن كل مسببات الاشتباكات لا تزال قائمة. هناك قوى أمر واقع على الأرض. القضية ليست قضية غطاء سياسي من قبل القوى السياسية بالسماح للقوى الأمنية اللبنانية بالدخول. هذا الأمر كل مرة يتكرر، ثم نجد أنفسنا بعد ذلك أمام مرحلة عنف ودماء جديدة. لكن بالأمس كان هناك اجتماع وصف بالمهم بين جميع الفعاليات السياسية في طرابلس في دارة رئيس الحكومة. ما أهمية هذا الاجتماع، وما الذي يمكن أن يحققه على الأرض على الأقل حاليا؟ سيدة، القضية ليست مرتبطة باجتماع القوى السياسية المحلية. طبعا النوايا سابقة، ما قاله السياسيون الشماليون في دارة الرئيس نجيب ميقاتي يعبر عن صدق النوايا، لكن القضية غير مرتبطة بهؤلاء الناس. اليوم نحن ندرك أكثر من أي وقت مضى أن هذه المنطقة مأخوذة رهينة لتحقيق مصالح النظام السوري الذي يتحكم حقيقة بموضوع القوى المسلحة الموجودة في منطقة جبل محسن على وجه التحديد، إضافة إلى قوى أمر واقع مسلحة في أكثر من منطقة في طرابلس والشمال. يبدو أن النظام قد أعطى الضوء الأخضر لإعادة الجو الأمني المتوتر في هذه المنطقة لحسابات مرتبطة بواقعه الذي يعيشه في داخل سوريا. طيب، أنت تتهم مباشرة النظام السوري وقوى كذلك داخلية في الداخل اللبناني. من هي القوى السياسية التي تؤمن الغطاء لهؤلاء المسلحين؟ المسلحين الذين يقومون بتوتير الأوضاع يحظون بغطاء أمني أكثر منه سياسي. هناك قوى أمنية في أجهزة أمنية لبنانية نافذة هي من يعطي الغطاء لهؤلاء الناس. المسلحون معروفون بالأسماء وبأماكن التواجد. تتبع لأوامر من؟ نعم، تخضع لأوامر من؟ تخضع لأوامر خارجية. هذه القوى النافذة في بعض الأجهزة اللبنانية، أقول بكل صراحة أنها تنفذ رغبات خارجية من خلال السماح بعمليات التوتير المتلاحقة في هذه المنطقة. طيب، البعض يرى بأن ما يجري الآن في طرابلس بين باب التبانة وجبل محسن يعني جعل المنطقة كمثل صندوق البريد التي تتقاذف فيه الرسائل. بين من ومن هذه الرسائل وما فحواها؟ هذه الرسائل أصبحت اليوم أكثر من رسائل. نحن اليوم نقرأ أن هناك على ما يبدو رغبة من النظام السوري بإعادة الوضع في لبنان إلى سنوات سابقة، وبالتالي هم على الأقل بنظرنا يرغبون بجو من الاقتتال الداخلي اللبناني الذي يصور هذه المنطقة كمنطقة إرهابية خارجة عن القانون، وهي تشكل بالتالي المدخل للعمل الإرهابي الذي يصفه النظام السوري كمستهدف للواقع السوري الداخلي. هذا الأمر اليوم نقرأ أنه يحاول هذا النظام مد هذه الصورة على أكثر من منطقة، لكن التركيز حاليا على طرابلس وشمال لبنان. شكرا. لأن هذه المنطقة تشكل بالنسبة له عبئا في موضوع الثورة الداخلية في سوريا. شكرا جزيلا لك عزام الأيوبي، رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية في لبنان، كنت معنا من طرابلس.